ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى أقرب للإنسان من حبل الوريد الذي يجري فيه دمه، وهذا يدعوه إلى الحياء من الله المطلع على ضميره وباطنه. فكيف يعصي الجبار الذي يراه أينما حل وأينما سار؟ فما تحدث ثلاثة سرا إلا كان الله رابعهم، ولا خمسة إلا كان سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. خمس دقائق: تقرأ صفحتين من كتاب الله يعدلان ألف حرف، يكتب لك عند الله عشرة آلاف حسنة، وقراءة القرآن بتدبر بركة وشفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.